صباح الخير. صباح الخير. اعتقدت أنك على الشرفة، يبدو أنك لم تنامي. ويبدو أيضا أنه سيمضي وقت طويل قبل أن أعرف النوم. القلب البارد فراشه بارد. وبالمقابل القلب الخالي قلب سعيد. لا، هذه أمثلة يضربها الفاشلون في الحب. تعال نشرب القهوة على الشرفة. ألو، حسنا، متى؟ الساعة 1 ظهرا كما تريد. هلا، أنا أنتظر. اسبقيني إلى الشرفة. لا، لن أشرب القهوة وحدي. قلت لك اسبقيني. أمال، ليس هذا طريق الشرفة. ألو، صباح الخير. لماذا يأتي صوتك مخنوقا هكذا؟ صباح الخير. آسفة إذا كنت أيقظتك من النوم. تصحين باكرا؟ أحيانا لا ننام لكي نصحى. تملكين آراء جميلة يا سيدة هالة. شكرا على لباقتك. أبدا، أنا أقول ما أشعر به. لكن صوتك يصلني هذا الصباح باردا. هذا لأني أعمل بموجب نصيحتك. منذ الأمس وأنا أنقع لساني في مياه باردة لكي أطفئ جمراتي. أنا الآن رجل ذو لسان بارد. أظن أنني قلت لك أنك تزعجني. عجل، ولا أريد أن أتشاجر معك. إنني بارد، بارد حتى العظم. هكذا أفضل. هل هذا يرضيك؟ طبعا، لأن العواطف الحارة تجرنا إلى مزالق عديدة. أنت تملكين عواطف قطبية، ومع ذلك تنجرين إلى مزالق خطيرة لا عديدة. تقصد اللوحة؟ وما هو أبعد من اللوحة؟ هل تعرف لماذا أخابرك؟ طبعا، سيدة الأعمال تطلب أعمالا. تريدين اللوحة، أليس كذلك؟ متى؟ الساعة 1. بإمكانك الحصول عليها ساعة تشاءين. قد علمت مدير المعرض بذلك. لماذا الصمت؟ هل يعني هذا أني سأنال اللوحة رغم كل شيء؟ ألم تقولي قبل برهة أن العواطف الحارة تقودنا إلى مزالق خطيرة؟ الخارجية تؤكد أن الوثائق تعادل كنز من المال.
وأنا أقول إن سلامة الدولة لا تعادلها كنوز الأرض. اسمح لي أن أشاطرك هذا الرأي. لا 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 أرجوك، فأنا عندما أبتكر جملة جديدة ومفيدة، وهذه طبعا من الأمور النادرة، فإني أحتفظ بها لنفسي. طارق، ما هو تقريرك اليوم؟ لا جديد. لا جديد؟ هل كل شيء على ما يرام على جبهة المعرض؟ كل شيء تماما. اللوحة ما بها؟ ستسلمها هالة نعمان إلى سليم أسعد بين لحظة وأخرى. اتصل بأمن عام المطار وقل لهم بأن يصادروا اللوحة فور مرورها على الجمارك. حاضر. عزيزي ماهر، ستعرف أن نظرة الفنان إلى الناس ليست بالضرورة النظرة المثلى. ماذا أفعل؟ هل أسلمها اللوحة وأتركها تدمر حياتها وسمعتها وشرفها؟ ولكن لماذا أنا شديد الاهتمام بها هكذا؟ ما الذي يشدني إليها؟ هذا هو لقاؤنا الثاني، وأنا حتى الآن ما زلت مجهولة لديك، ولا تعرف من أنا. ولكن أليس هناك جندي مجهول يموت مضحيا من أجل الآخرين؟ ستأتي سيدة وتطلب لوحة الانتظار. سلمها اللوحة. صباح الخير. صباح الخير. إلى المكتب؟ وإلى أين تريدني أن أذهب؟
لو أنك تركت لي الأمر، لو أنك وافقت على أن نكون معا ونعيش معا، لكنت حملت عنك كل هذه الأعباء. ألم أحملك تلك الأعباء ذات يوم؟ ماذا كانت النتيجة؟ تلاعب في حسابات الشركة، أليس كذلك؟ أم أنك نسيت؟ كان ذلك طيشا مني، وأنا الآن نادم. الندم لا يجعلنا أبرياء. هل هو حقد هذا الذي تحبرينه لي؟ لماذا تبادلين حبي لك بالحقد؟ إنني أحبك وأنا أحبك أيضا. ألا يكفي أنني أخنق ضميري وأخون العدالة من أجلك؟ ألا تسمي ذلك حبا؟ لماذا يريد سليم أسعد لوحة ماهر بهاء الدين؟ قال إنه يريدها في مهمة. أي مهمة؟ لست أدري. هل ستعطيه اللوحة؟ وهل في مقدوري غير ذلك؟ لماذا؟ إنه يعرضك للخطر. وأتركه يقتلك؟ إذا لم ينل سليم أسعد لوحة الانتظار سيقتلك، أم سيسلمك إلى الشرطة؟ متى؟ اليوم. سأنقذك من سليم أسعد، ثقي بذلك، سأنقذك منه. شكرا. سليم أسعد، أليس كذلك؟ أين العقود؟ ها هي، ضعها هنا. حاضر. حامل؟ نعم. لماذا تراقبني؟ أنا؟
من كلفك بملاحقتي؟ سيدتي لا تكذب. حاضر. أكرم؟ لا. من إذن؟ سيدتي من إذن؟ سيدتي حامد. أكرم عبد الجواد هو ابن عمي، ربما كلفك بالسهر علي، أليس كذلك؟ سيدتي إنها الصدفة لا أكثر. حسن اذهب. لماذا لا يكف أكرم عن مضايقتي؟ هل يكفيه ما أعاني من أجله؟ لماذا يريد سليم أسعد هذه اللوحة؟ لماذا يدفع هالة إلى شرائها؟ لماذا؟ لماذا؟ تقرير الطبيب يؤكد أن الرصاصة أطلقت على أكرم من مسافة بعيدة نسبيا، 25 مترا. هذا يعني أنه لم يصب نفسه بطريق الخطأ عندما كان يتلاعب بالمسدس. الطبيب يقول لو أن الرصاصة انطلقت من مسدس أكرم وأصابت يده عن هذا القرب لمزقتها إيروين. مؤكد، فالمسدس الذي يحمله قوي جدا. نا إذن حرب الأشقياء حيث الرصاص هو السيد. بالمناسبة أريد معلومات مفصلة عن هالة نعمان. هل كل شيء على ما يرام في المطار؟ إنهم في الانتظار. في انتظار لوحة الانتظار. سأذهب الآن إلى صاحب الانتظار، هذا العاشق الذي يقدم قلبه فداء للجريمة. هذا العاشق الذي يقدم قلبه فداء للجريمة. ما الذي أصابني هذا اليوم؟ إنني أتكلم بطريقة بليغة، بليغة جدا. هل يعني هذا أني سأنال اللوحة رغم كل شيء؟ ألم تقولي قبل برهة أن العواطف الحارة تقودنا إلى مزالق عديدة؟ كان شديد الاهتمام بك، تحدث عنك بحنان وأبدى رغبة صادقة لمساعدتك. ستأخذها في الواحدة؟ هكذا قال. إنها الواحدة تماما.
ألو؟ ماذا يا منير؟ حسناً، أبقيها في مكانها، ولكن اسمع، انتبه لها جيداً. مع السلامة. لم تذهب إلى المعرض ولم تأخذ اللوح؟ من؟ هالة. هل بدأت تحبها؟ ولماذا تسأل هذا السؤال؟ لأنك لفظت اسمها كفايدة في النور. فعلاً، لماذا لم تأخذ اللوحة؟ هل يمكن أن تصدق قلوب الفنانين؟ هلا نعمل. لماذا أصرت على اللوحة ولماذا تراجعت عنها فجأة؟ ربما أرادت أن لا تورط ماهر. ألم أقل لك أني لا أثق بالبربة؟ طارق، ضع عنك هذه الأفكار النبيلة، اذهب الآن وجئني بسليم أسعد. حاضر. جئني به ولو اضطرك الأمر إلى اعتقاله. حاضر. عفوك ماهر، كم أتمنى أن تكون بريئة من الشيء إلا من أجلك أنت. Thank you.
هل أحببتها بهذه السرعة؟ لماذا تسألني هذا السؤال؟ لأنك لفظت اسمها كفيض من نور. أعتذر لأنني فاجأتك مرة ثانية. أهلا. لماذا لم تأخذي اللوحة؟ هل أطمع بجوال؟ لم تعد تروق. هكذا؟ فجأة؟ محتمل، لماذا؟ لكنك أصريت على شرائها، ما الذي غيرك؟ كنت أظنها تعبر عن حالة معينة في حياتي، لكني أشعر الآن أن هذه الحاجة انتفت، لذلك تركت له. أعذريني إذا لم أصدق حرفاً واحداً من كلامك. أنت حر. لا داعي لإخفاء الحقيقة، فأنا أعرف. ماذا تقصد؟ هلا تكلمي، أريد أن أساعدك. قلت أنك تعرف. ماذا تعرف؟ من هو سليم أسعد؟ من هو سليم أسعد؟ لا أعرفه. هو مثلك أصر على اللوح. قلت لك لا أعرفه، ثم لماذا تتدخل في شؤوني؟ من قال لك أنني هنا وأعطاك عنواني؟ سليم أسعد سبق أن قلت لك بأنه هو الذي أعطاني عنوانك. شاهدته يتحدث إليك في المعرض ثم تبعك إلى هنا، وأنا تبعتكما معا. يبدو أنك متعبد المواهب فعلا، ومن هذه المواهب التجسد. لا، هذه موهبة يختص بها سليم أسعد. عندما طلبت اللوحة طلبتها برجاء، بتوسل، وتحدثت عن التضحية، عن الجندي المجهول الذي يضحي في سبيل الآخرين دون أن يعرفه. لماذا قلت ذلك؟ أي تضحية تعني؟ هلا أنا أشعر فعلا أنك بريئة، وبأن سليم أسعد سيف مسلط عليك. أردت اللوحة لنفسي، صدقني. لماذا لم تأخذيها إذن؟ هل انتهى التحقيق؟ أريد أن أنصرف. اذهب أرجوك. منذ البداية كنت أعرف سر اللوحة، كنت أعرف لماذا يريد سليم أسعد اللوحة، لكني كنت أثق فيك. مشاعري رفضت أن تصدق بأنك تتآمرين معه في عملية خسيسة كهذه. ثق بذلك. لماذا وثقت بي إذن؟ لأنك أب. هلا تكلمي، أريد أن أساعدك، أريد أن أنقذك. تركت اللوحة لأنها لم تعد تعجبني،
اسمعي، يجب أن ننتهي من قصة سليم أسعد هذه ونسلمه للبوليس. لا أرجوك. لماذا؟ أنت تسأل كثيرا. اذهب أرجوك. الو، ماذا يوسف؟ ماهر بهاء الدين؟ من؟ سليم أسعد أيضا؟ حسنا، راقب هالة أينما ذهبت. أمهلني بعد الوقت. أريد اللوحة. لن آخذها. وأكرم ابن عمك، هل ستضحين به؟ سيعرف كيف يدافع عن نفسه. وأنت كيف ستدافعين عن نفسك؟ إذن اللوحة. لا، اللوحة. لا لا لا. Thank you.
ألو؟ لماذا طردتها بهذه الشراسة؟ لم أكن أقصد إيذائها. كدت تقتلها أيها الغبي؟ هي خافت عندما رأت سيارتي تلاحقها. وهذه غلطة ثانية أفتح. كيف تلفت انتباهها إلا أنك تطاردها؟ آسف، لن أخطئ مرة ثانية. في المرة الثانية استبدل سيارتك كي لا تلفت انتباهها، ولكن إياك أن تطاردها بهذه الشراسة. فهمت؟ هيا اذهب. مع السلامة يا دكتور. ولكن ابقي مستريحة. أخبرت لك طبيب، قد كنت غائبة عن الوعي. هذا هو بيتي، هل أتيك بشراب مناعش؟ لا شكرا. ارتاح. لا داعي، أشعر أني أفطر. إذن هذا هو بيتك، هنا تمارس طقوس الوحدة كل ليلة. لماذا لم تكملها؟ ألم تصفيني يوم التقينا لأول مرة في المعرض بأني قاطع طريق؟ ما زلت تتذكر؟ وهل كلامك ينسى؟ يومها لم أقصد أن... لا لا لا، الواقع حقيقة أنا أعيش حياة قاطع طريق، فأنا لا أكمل أي طريق أسير عليه. دائما دائما أقطع الطريق من نصفه، وأحيانا من بداية. في هذا المعنى أنا موافق. إنها شقيقة اللوحة الناقصة، لكنها سوداء جدا. أنت أما أن ترسم لوحة بلا ظلال كما في الانتظار، أو تضع صورة سوداء بلا ملامح، لعلك عندما تعزف تضرب على الأوتار السوداء فقط. أنت ناقدة قاسية، ولكنك راية. على فكرة، ماذا حدث؟ طاردني أحدهم بسيارته. من هو؟ تأخرت عليك. السيدة هالة نعمان، صديقي أشرف، ضابط أمن. هالة نعمان، فرصة سعيدة. أهلا. أهلا. يجب أن أذهب. أين حقيبتي؟ لم تكن معك عندما دخلت. إنها جميلة. اسكت. لكني أذكر أني... يبدو أن اللقاء كان حاراً. ولكنك أنت قريبة. لماذا جاءت إلى هنا؟ صدفة. ربما تركتها في السيارة. حتماً. أو لعل حادث المطاردة أربكك فنسيت الحقيبة. حادث مطاردة؟ من الذي طردها؟ هلا أنت مهددة، حياتك نفسها ربما كانت مهددة. أشرف صديقي وهو ضابط أمن، تكلمي. من الذي طردك؟ لست أدري. سليم أسعد؟ لا. هلا، إنه ضابط أمن، هو الذي وضعني في مجرى الأحداث.
وهو مثلي حريص عليك. أرجوك تكلمي. من طردك سيدتي؟ لست أدري. أليس سليم أسعد؟ قلت لا. كيف جئت إلى هذا البيت؟ رأيت نافذة مضاءة فتركت السيارة ودخلت. عجيب، هذه أول مرة تترك غرفتك مضاءة يا صديقي. قلت لي أليس سليم أسعد؟ بالإذن، يجب أن أذهب. سيدتي، إما أن تتكلمي أو أستدعيك غدا للتحقيق. لا أسمح لك بأن تتحدث إليها بهذه اللهجة. أنا أتحدث إليها من موقع مسؤوليتي وواجبي، لا من موقع عواطفي، فإن عواطفك لا تعنيني الآن. سأوصلك، الخيار متروك لها في أن تتكلم أو لا. إذن سأضطر إلى استدعائها للتحقيق رسميا غدا. هل هو تحدي؟ أنا آسف يا صديقي، تعالي. ألو طارق، أخطوك؟ أنا آسف ولكن الأمر هام، أريدك غدا أن تستدعي هذا العمال للتحقيق، وإذا اقتضى الأمر استصدر من النيابة العامة أمرا باعتقالها.